بعدين راح احنا هنا راح ارسم الهاي واي بهذا الجهة، هنا راح يصير عندي الميجر او الميجر رودز، بعدين عندي راح يصير ماينر رودز يعني خطوط فرعية. نجي نكرر العملية، انا دا اكررها للفائدة حتى تتذكرها. فنجي ايضا نقول له نيو فيتشر كلاس، ونقول له فيتشر خطية، ما زلت دا استخدم الفيتشرز الخطية، وهنا راح يصير عندنا يعني خلينا نقول ماينر رودز. شوفوا هم زين غلطت هذه الغلطة حتى تتعلمون من هاي الفقرة، خليت سبيس، غلطت وخليت سبيس، وهو لا يجوز ما يتقبل هذا النيم اللي بيه سبيس، عفوا. فهنا بدل ما اخلي سبيس بس راح اسوي اندرسكور ويتقبلها، واختار نفس ال عفوا نفس ال البروجكشن هاي الماينر رود. اريد ارسم هسه، اريد ابدي ارسم، قبل ما ابدي عفوا هسه راح احضر الاجزاء الخاصه بالبوليجونز يعني بالبلوكات، كل بلوك راح ياخذ يعني مساحه معينه واشتغل عليها. فهنا راح يكون الفيتشرز اللي راح استخدمها او الفيتشر اللي راح استخدمه راح تكون بوليجون فيتشرز، يعني هنا استخدمت اللاين، تلاحظون استخدمت اللاين، اذا انا عندي شوارع البوينتس، اذا انا عندي مثلا ابنيه معينه اريد اشردها على الخريطه، البوليجونز هي المساحات او او الاشكال اللي راح اعتمدها، مثلا البلوكس، البلوكس او البولدينج، ممكن بلوكس او مجموعه البنايات. نفس الحالة أقدر أتحكم بالكالر اللي أريده والتفاصيل اللي أريد أشتغل عليها بهذا البلوك. أنا لحد الآن كل اللي دا أسوي، كل العملية اللي دا أسويها هي مجرد تهيئة الفيتشرز ضمن الجيو داتابيس اللي دا أشتغل عليها، ضمن الجيو داتابيس اللي دا أشتغل عليها. زين أرجع مرة ثانية اتاكد، لتلاحظون هنا صارت الفيتشرز هاي اللي انا اشتغلتهم ايدي، لاحظوا شلون يرمز لها، الرموز تختلف كل واحده بنوعيتها البوليجون وهاي لاينز. الان راح ابدي بعمليه الايديتنج، راح اقول له ستارت ايديتنج. هنا الستارت ايديتنج راح ابدي اختار الجزء فقط اللي راح اشتغل عليه، مثلا راح اشتغل اولا بالهاي واي، هذا الهاي واي اريد ارسمه، راح اختار الهاي واي منه، تلاحظون ايش طلع عندي هنا، فعلت اللاين. احيانا طلاب اذا تكون مخفيه هذه القائمه دائما نلجا الى الاديتر ونبرزها من يعني نظهرها من القوائم الموجوده هنا. بالمناسبه راح نحتاج ايضا السنابينج تول اللي هي مثل موجوده بالاوتوكاد، موجوده كل البرامج اللي هي تسوي سنابس بين الاشكال. الان راح ارسم، تلاحظون ارسم هاي واي، انهيتها بدبل كليك، انهيتها بدبل كليك، هذا الخط اللي راح يكون هاي واي، ما راح احتاجه غيره حاليا. هسه شو اسوي؟ اسوي له ستوب او سيف، ممكن اسوي له خزن من البدايه، لكن اذا ما خزنت وقلت له ستوب اديتنج هو راح يطلب مني تلقائيا انه اخزنه، صار عندي الهاي واي هو هذا، يعني ما اذا غلقت هنا الصوره إذا أطفأته راح يطلع عندي هذا هو الهاي واي. هنا خلينا نركز طلاب، كل واحد من هاي الفيتشرز إذا تتذكرون ذكرنا كل واحد من هذه الفيتشرز لها الاتريبيوت الخاص بها، يعني من نجي هنا على الهاي واي ونروح للاتريبيوت تيبل راح نلقى هو خط واحد فقط، هو خط واحد فقط اللي هو بولي لاين، اللي تلاحظوه مو بوليجون لاين او بولي، لانه انا رسمت مجموعه من الخطوط صار بولي لاين. هذا راح يكون يعني ممكن تسميته، ممكن يعني لاحقا ممكن اعيد تسميته من هنا، اضيف له نيم، هو يعني هنا مرقم، فكيف اضيف له نيم؟ هذا شارع محمد القاسم، كيف ممكن اضيف له نيم؟ انتبهوا عليه يا طلاب، راح نضيف نسوي ستارت ايديتنج. وين بدنا نشتغل؟ بعدنا بالهاي واي. اوكي هنا ممكن اختار اي جزء، ما زلت اني باديه بالايديتنج، ممكن اختار اي جزء من هذه الاجزاء
واضيف لها اضيف عفوا يعني اعتمدها كسيمبولوجي مثل ما ذكرنا سابقا. لكن قبل ما نبدي بالإديتينج راح ارجع اغلق، ممكن اوقف على هذه القائمه. تلاحظون اكو اد فيلد في كل واحده من هذه الاتريبيوت، راح نلقى اضافه فيلدز ما لا نهايه من الفيلدز. هاي الفيلدز شغلك بيها، ايش تريد تضيف داتا تقدر تضيف على هذا من اطوال ومساحات ووظائف ولاند يوز وما لا نهايه من المعلومات. هنا راح تخلي مثلا النيم، راح تخلي الاسم النيم مال 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 هاي واي او الهاي وايز اذا عندك مجموعه من هاي. راح تختار، اذا تلاحظون هنا المتغيرات، راح تختار تكست لانه انت راح تدخل مو قيمه رقميه وانما قيمه نص، يعني نص وليس قيمه رقميه. فهنا ليش لاحظنا لما نجي نسوي ايديت نريد نغير، ما نقدر هنا نغير الاسم، لكن هنا نقدر لانه هذا يعني عبارة عن خانة أو خلية ممكن كتابة نص بيها. طريق محمد القاسم ما أعرف يعني، خلينا نشوف. أوكي خلي بس نخزنها، نسوي stop editing وراح يطلب save. راح أطفئ هذه التفاصيل كلها. هنا هذا الشارع نريد نظهر عليه الليبل فيتشر، راح يظهر الطول لانه هو مختار الديفولت، مختار الطول. اريد انا اظهر يعني اظهر عفوا الهاي واي، اظهر اسم الشارع وليس طوله. فاروح للليبلز، تلاحظون منين رحت؟ رحت للبروبرتيز ورحت للليبلز، اختار النيم راح يظهر عليه، راح يظهر عليه اسم الشارع. اكرر طلاب، رحت للهاي واي او الاي فيتشرز من هاي الفيتشرات، اختاريت الليبل فيتشر الديفولت يظهر لي المساحه او الطول او ما شابه، لكن بالبروبرتيز اقدر اروح الى التفاصيل الداخليه للليبلز. هنا موجوده بقائمه اللاير بروبرتيز، واختار التكست يعني السترينج اللي اختارها بدل ما كان مختار هو الشيب لينث، اختار انا النيم او اي جزء انا احتاجه، قد يكون الاسم، قد يكون مثلا الاستخدام، هل هو شارع تجاري، هل هو شارع سكني، هل هو وهكذا. فاقدر اتحكم هنا بالحجم النص ويعني حجم الكلمه شلون راح تظهر على الخريطه، ممكن اتحكم بلونها مثلا ما اريد يكون لونها غامق تظهر بهالشكل. طلع عندي هذا الطريق. ارجع عفوا ارجع افتح، لاحظوا هنا مثلا اذا انا راح اريد احتفظ بالخارطه ما راح يفيدني هذا اللون اطلاقا، يعني اذا بقيت الصوره بالباك جراوند مال الشغل مالتي فراح احتاج ارجع مره ثانيه اسوي مثلا بلو او بلون فاتح معتبر. زين هنا راح اغلق، هسه ما خلصت شغلي بالهاي واي، راح اغلق الامتدادات مالته واطفي اللاير، اطفي الاير ما احتاجها هسه. راح ابدا اشتغل بالميجر ستريت او الميجر رودز، مو مشكله التسميه، هذا افضل تستعملون حسب اللي تريدوه. اكتبها بالانجليزي حتى لا اسوي لك مشاكل بالحفظ لما تخزن الجيو داتا بيس. هسه ايش راح نسوي؟ راح نكرر العمليه، نختار ستارت اديتنج، راح يقول لي يا فيتشر تريد تشتغل بيه، راح اقول ستريتس، اقول كونتينيو، اختار الستريتس، الستريتس راح تصير عندي هذه الاخرى. هنا اقدر اختار الستريتس منها لانه هي الماينر روتس، ممكن على هذه الفيتشر نفسها، وراح ابدي اشتغل على هذه الستريتس. لا تلاحظون السناب شلون تشتغل عندي، السنابينج تول مشتغله لانه انا مفعلتها، تشتغل سناب تول عندي. بهالشكل حال احتاجيت هنا الى الهاي واي حتى يتضمن بي الستريت. تلاحظون يعني بهالطريقة مو مثل الاوتوكاد، هنا شوي تختلف حالة من تنهي سوي دبل كليك رأسا. احتاج زوم لمدى اشوف الستريتس، احتاج اسوي زوم على بعض المناطق
وارجع اكمل، انا كل هذا بعدني ما سويت ستوب اديتنج، فراح يستمر بالعمليه. ارجع مره ثانيه اختار ستريتس واستمر بالعمليه، ما راح نسوي هسه كل الطرق، بس اريد اسوي نموذج. عفوا عليه، هنا طبعا كل شهر اخدمي، ممكن نسويها لاحقا. يعني انا الان هذه الطرق ما افضل اسويها لانه صار عندي دمج الان، راح اسوي اندو. هذا ابقي اوكي، لكن هاي الثانويه راح نسويها الماينر رود، ماينر روت. خليه يسوي زوم هنا. هذا الشارع هم راح ارسمه، راح اعتبره ستريتس. ارجع على ستريتس، هذه طبعا ساحة الواثق، هذه الساحة ساحة الواثق. راح اختار هذه الشوارع ايضا، هم تعتبر شوارع رئيسية. ساحة الواثق بالتأكيد ندلوها احنا هنا الجامعة التكنولوجية، وهاي ساحة الواثق. إذا غلطت بأي خط من ال أو أي تفصيل أي جزء وأريد أعدل عليه، فيعني ما راح اي ممكن اسوي موف لاي فيتشر من الفي من الـ يعني لاي واحده من الفيرتيسيز، ممكن اسوي لها فينش راسا، وممكن اسوي لها اضافه، ممكن اضيف لي نقطه اخرى اذا انا غلطت. واحب تلاحظون انا ضفت هنا فيرتيسيز اخرى، اذا في حاله انا غلطت بالرسم اقدر اتصرف. يعني هي مو هنا راح اعدله، لانه انا ممكن دا اشتغل بسكيل اكبر، فمدى اشوف ايش دي يصير. اوكي هنا ايضا راح يصير عندي هنا اكو امتداد. طبعا هذا يعني ما يعني انه احنا ما ممكن نستخدمها من اوتوكاد، احنا هم راح ناخذ نموذج نجيب الفيتشرز من اوتوكاد ونتعرف كيف ممكن نسوي ادجستمنت للبرنامج. راح تاخذ من عندنا اجراءات معينه حتى نحولها تكون مناسبه للتعامل معها ك يعني فيتشرز خاصه بالبرنامج ارك ماب، وتتعامل معها كاحداثيات جغرافيه واحداثيات بروجكشن بروجكتد، يعني مسقطه على الواقع الحال. فهنا كمرحلة أخرى راح أبدي بنفس الطريقة تماما، راح نبدي نستخدم الرسم البلوكس أو رسم البوليغونز اللي ضمن البلوك. من تختار البلوك أنا يعني بلشت أسوي editing، راح أطفيها مرة ثانية وأسوي start editing. حتى هنا start editing تختار البلوك، تكون مختار البلوكس منها حتى يطلع لك الأنواع اللي تريد تشتغل عليها. إذا دا أشتغل على يعني سطوح بها كيرف مثلا، ممكن أستعمل السيركل، ممكن أستعمل الفري هاند، ممكن أستعمل يعني أشكال الحرة اللي أريدها. لكن حاليا راح نبلش باستخدام البوليجون. أنا راح أسوي هالعملية، أتمنى أنتم من تشتغلون تجيبوكم صورة يعني أدق من هذه. أنا اضطريت أخليها بهالريزوليوشن حتى لا تثقل علي بالحركة بالبرنامج من وأثناء مدى أشرح لكم، لكن كل ما كانت الريزوليوشن أعلى للشغل كل ما كان الرسم أدق وأسهل. ما راح يعني اغطي كل البوليجونز، راح ارسم جزء فقط منها اللي هي تمثل بلوك سكني هنا، هاي المنطقه اللي مجاوره للجامعه التكنولوجيه. لا تقلقون اذا صار خطا بالفيرتيسيز، ممكن نسوي لها اديتنج مثل ما قلنا، يعني هي مو فد شيء صعب نهائيا، دائما تقدر تسوي تحرك الفيرتيسيز مثل ما تريد. هنا بالتاكيد الرسم بالاوتوكاد راح يكون
مو بس أدق، وإنما تقدر تسوي تسكيل. لكن أنا ما أتعامل هنا هسه كقيم، ما راح أتعامل معها كقيم حسابية. لو أتعامل كقيم حسابية راح أعتمدها، أخذها من مصادر جغرافية معينة. لكن هنا أتعامل معها كقيم كيعني تسقيط موقع، كتسقيط موقع لهذه الأجزاء، وراح نتعرف عليها كيعني ك لاند يوز، كيف نتعامل وياها كاستخدامات. هنا مثلا